سوي محرز الغنوشي. القضاء يصدر حكمه بخصوص القضية ويقضي بإيقاف القرار التأديبي الصادر عن المعهد الوطني للرصد الجوي الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، تقضي بإيقاف تنفيذ القرار التأديبي هذا. ذيك علاش يحضر معنا مباشرة محامي محرز الأستاذ صفين بن رضا الشامخ. مرحبا بك أستاذ. مرحبا بك وكيف مستمعين ديوان فعلا. جديد في قضية محرز الغنوشي يا أستاذ؟ جديد وأنه كان في السابق في تاريخ 31 جويلية 2023 تم إصدار قرار تأديبي يقضي في رفض محرز الغنوشي مدة شهرين مع حرمانه من الأجر. القرار التأديبي هذا الحقيقة تم اتخاذه بعد ما كنا حضرنا وترفعنا في الجلسة التأديبية، جلسة يوم 20 جويلية. ترفعنا في الملف هذا وكنا قد نبهنا لعدد من النقاط من الإخلالات الشكلية والإخلالات الجوهرية في خصوص أصل الملف. من ذلك نبهنا أن المعهد الوطني للرصد الجوي ممنوع على الأقل معهد المجلس التأديب يمنع عليه أنه يصدر قرار تأديبي في خصوص ملف منشور لدى القضاء من الناحية على الأقل المدنية، باعتباره أن القانون الأساسي للمعهد يمنع المعهد من أنه يصدر أي قرار تأديبي في ملف نزاع قضائي مدني أو شغلي منشور. المعهد الحقيقة ما في شخص المجلس التأديب وشخص المدير العام صرفوا أنه الحقيقة يأخذ هذا الدفع بعين الاعتبار، أصدر القرار التأديبي، لكن قمنا ضد المعهد مطلب استعجالي من فاعلة أخرى محكمة الابتدائية بتونس وطلبنا إيقاف التنفيذ القرار التأديبي هذا إلى حين البدء القضية الشغلية المنشورة بين من محرز الغنوشي ضد المعهد الوطني للرصد الجوي في نفس الموضوع واضح. اللي هو تأمين النشر الجوي. ذلك علاش المحكمة انفعت للطلب نتاعنا والحقيقة وقضت طبق طلباتنا إلى حين البدء في القضية الشغلية اللي أخرها المعهد الوطني للرصد الجوي بعد العطلة القضائية واستغل العطلة القضائية لإصدار قرار تأديبي هذا. ذلك علاش نحن الحقيقة كنا واعيين بخطورة الموقف وخاصة الهدف نتاع المعهد وانه اصدر قرار تاديبي في العطله القضائيه. الحقيقه نتحمل مسؤوليه الكلام هذا لانه كان ينجم يصدر اي قرار تاديبي قبل العطله القضائيه، لكن استغلاله للعطله القضائيه في حد ذاتها قصد اصدار قرار تاديبي كان دافع من الدوافع اللي خلانا نقوم بالمطلب الاستعجالي هذا، والهدف منه هو انه يرجع محرز غنوشي بخلاف نشاطه بالمعهد بوصفه رئيس مصلحه الاعلام والانشطه الخصوصيه، واضافه الى ذلك وانه يبقى من الجانب الانساني البحث لانه محرز عنده عائله وعنده صغار انه يقوم بثلاث نشاطه ويخدم ويتقاضى الاجر نتاعه مثله مثل اي زميل اخر له ليه في المعهد. معناها القرار نتاع ايقاف تنفيذ القرار التأديبي هذا يقضي بصفه مباشره انه يتم ارجاع محرز للعمل نتاعه ويرجع يتقاضى الراتب نتاعه. وهو كذلك في حدود العمل فقط مش النشر الجوي، النشر الجوية فيها قضية مستقلة إن شاء الله إلى حين البث فيها محرز غنوشي يبقى في سالف نشاطه والعمل نتاعه. هنا عنا جديد وأنه جديد على جديد وأنه باش نقوموا بقضية في إبطال القرار التأديبي هذا، هذا ما فيهش نقاش. ومحرز الغنوشي تقريبا منذ سنة تقريبا الموضوع عنده عام وبعض أيام انتقل محرز الغنوشي من تاريخ اليوم من موقع المدافع عن حقه الى موقع المهاجم. ومحرز الغنوشي توا باش يولي يهاجم ويطالب بحقوقه الحقيقه بكل السبل القانونيه المتاحه، الجديه القانونيه المتاحه والشرعيه المتاحه، باعتباره انه تم هضم حقوقه في الكسوة الماديه والمعنويه وتم تشويه سمعته تقريبا في المعهد في بعض الادارات المعهد وكذلك حتى عند الجمهور والمتابعين والمحبين، باعتبار وأنه تم نسبة بعض المعطيات الخاطئة في حق محرز الغنوشي، وهذاك علاش باش نرد الفعل ويكون محرز الغنوشي في موقع الهجوم باش نجم ياخذ حقه إن شاء الله. باش هو يرفع القضية تو. عاودي سامحني؟ باش يرفع هو قضية. قضايا مش قضية واحدة، قضايا في الناس اللي شوهته ولا اللي قالت عليه اللي هو يقول في كلام غلط وحسيب عدد القضايا. المهم وكذلك شكرا لك استاذ. ان شاء الله ياخذ حقه بقدرة الله، ياخذ حقه وعندنا ثقة في القضاء باش ياخذ حقه ان شاء الله، وعندنا ثقة زادة حتى في التدخل الحكومي باعتباره انه المعهد الوطني للرصد الجوي خاضع لإشراف وزارة النقل، وزارة النقل بالقانون الأساسي بتاع المعهد هي
اللي تتصرف وهي اللي تحكم في النزاعات اللي تصير في وسط المعهد. معناها وزارة النقل في شخص الوزير مطالب قانونا، ذلك علاش دعيناه في مرة سابقة أنه يتدخل ونجدد الدعوة هذه أن وزير النقل يتدخل ويحسم النزاع هذا باعتباره أنه من أوكد واجباته أنه يتدخل ويحسم النزاع باعتباره أنه مس برشا من سمعة إدارة عريقة كما المعهد الوطني لرياضة الجمع، خاصة أن القضية هذه والقضية هذه خرجت من أروقة المعهد الوطني للرصد الجوي ولات قضية شأن عام، الناس الكل تبع في قضية محرز. وكذلك قضية رأي عام، هذاك علاش من واجب الوزارة والتفقدية لأنه تأخذ قرار في خصوص الملفات المنشورة عندها باعتبار أنه عندنا شكاية في التفقدية، والوزارة في حذاتها مطالبة أنها تتدخل وتحسم الخلاف هذا باعتبار أنه في مصلحة المتابعين ومصلحة المعهد ومصلحة الوزارة أن يتم حسم النزاع هذا ويرجع محرز الغنوشي ينطلق نشاطه في تقديم النشر الجوي. واضح، شكرا لك أستاذ صفوان على تفاصيل هذه، يعطيك صحة. كان معنا مباشرة الأستاذ صفوان بن رضا شامخ، محامي مهندس محرز الغنوشي، وحكينا على جديد.